رئيس إيران السابق يحذر من سقوط نظام الملالي بعد عودته 10 سنوات للوراء وانتشار الفساد والفقر واندلاع الاحتجاجات. خاتمي الذي يخضع للإقامة الجبرية بتعليمات من المرشد اتهم النظام الإيراني بالفشل في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة. دعا الإصلاحيين لإنقاذ إيران بإحداث تغييرات من خلال التفاعل مع الآخرين. المواقف السلبية لخاتمي من الاحتجاجات السابقة عرضته لانتقادات حادة، فسرها البعض كمحاولة للتقرب من المرشد الأعلى. تحذيرات خامنئي تزامنت مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الملالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة واستشراء الفساد نتيجة السياسات التخريبية للنظام الإيراني وميليشيا الحرس الثوري في المنطقة.